ما تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الكل، شكرا على المتابعة. نستقبلوا مع بعضنا الدكتور لطفي المرايحي المترشح للانتخابات الرئاسية. أهلا وسهلا. أهلا بكم السادة المشاهدين والمستمعين. شكرا لك دكتور. كي نقولوا مترشح للانتخابات الرئاسية أو مرشح روحه للانتخابات الرئاسية، فما برشا يقولوا لنا أي ولكن هو إعلان نوايا فقط، لأنه كونكريتمون توا ما نجموش نحكيو على ترشحات للانتخابات الرئاسية، طالما أنه هيئة الانتخابات ما أعلنتش على الرزنامة، ما وقعتش دعوة الناخبين. يعني إعلان ترشح فقط إعلامي وسياسي نجم نقول. هذا حديث سريالي في الجوز العقل. يعني هو الترشح شنو هو؟ حق كل مواطن تونسي يعزم عليه يهيئ له شروطه. شروطه شنو هي؟ شروطه انه يكون شروطه قانونيه من حيث السن. انا راهو ماهيش اول مره نترشح، معناها سبق واني ترشحت في 2019، مانيش وافد على العمليه، فعندها شروط نتاع تزكيات تكون موجوده. قبل ما كانوش طالبين انه البطاقه عدد 3، تو يحبوا يطلبوا بطاقه عدد 3، يتفضلوا ويطلبوا بطاقه عدد 3، لكن راهو البطاقه عدد 3 ما لازمش تتحول الى وسيله اللي تلعب عليها الناس لاقصاء الواحد. فالتوانسه عندهم حلم اليوم. المهم اليوم لازم نعرفوا حاجه، انه المحطه الانتخابيه هذه هي محطه انتخابيه هامه، لان علاش تجي بعد سنوات اللي وقع العمل فيهم على انه ما يتحقق حتى شيء للتوانسه. احلام وامال التوانسه بعد الثوره ما تحققتش، ثم الاحلام اللي تعقدت على المرحله هذه نتاع قيس سعيد كيف ما تحققتش الامال نتاع التوانسه. فالتوانسه اليوم من حقهم فالمحطه هذه انه تكون عندهم خيارات، انه يكون العرض السياسي، الناس الشخصيات الموجوده متوفره بالشكل اللي يسمح للتوانسه ما يلقاش نفسه قدام شخصين، يا نختار هذا يا نختار هذا ومانيش مقتنع بهم، وانما يلقى روحه قدام ناس اللي هو قادر باش يقتنع بهم. فما يلزمش نعيقوا الناس على الترشح. وكل إعاقة للناس للترشح هي محاولة سلب الحلم من التوانسة والقرار للتوانسة من يديهم، واللي يعمل على هذايا فهو عملية إجرام. هذاك علاش أنا نطالب التوانسة بأنهم أولا ساعة ما ينسقوش حول خطاب من نوع أنه المحطة هذه بقاء أو فناء وحياة أو فناء، لا، هي محطة هامة لكن يلزمها تصير في أجواء طيبة. الأجواء هذه السمة متاعها أنها تكون ما فيهاش تشنج، باش الناس الساعة تصير الحياة الانتخابات في ظروف متاع حوار ممكن، أنه تكون الناس نجم تعمل اجتماعات عامة وما يقعش اعتداءات متاع الناس بعضها على بعض، تكون ظروف نتاع اريحيه، نعطيو مشهد باهي، مناخ انتخابي سليم باش نعطيو مشهد ساعة للداخل وللخارج. خاطر سامحني كلمتين هذم فقط. اي استاذ مرايحي، خاطر فعندي برشا اسئله باش نجموا نخلطوا للكلام. للداخل والخارج شنو هما؟ ان عندنا زوز محطات انتخابيه صارت اللي فاتت اللي ما عطاتش الصوره باهيه على تونس بالكل، فهذه مناسبه انه العالم يشوف انه عندنا حياه سياسيه اللي هي سليمه واللي ماهيش ديمقراطيه لا ليبراليه، يعني بمعنى الديمقراطية اللي هي في يد السلطة، اللي هي تعين اللجنة المستقلة للانتخابات، واللي هي تعين الشروط، واللي هي تعين التاريخ متاع الانتخابات حسب ما يظهر لها وأهواها وحسب مصالحها، واللي هي تقصي بالقوى الصلبة المعارضين متاعها وتقعد هي تلعب وحدها أو تلعب مع ناس، مع احترامنا للجميع، اللي ما نجموش شكلوا ولا خطر بالنسبه ليها. نحب نرجع الى الشروط اللي تحكي عليها برشا المده هذيا. انا لهنا مثلا جاي بحثي استاذ القانون رابح الخرايفي وسالته على رايه في تاويل بعض المواقف اللي اعلن عليهم رئيس الجمهوريه، كما بقاء او فناء حكيت عليها انت، ولكن ايضا قال انه من يرتمي في احضان الخارج لا يمكن له ان يترشح. فما زاد امكانيات انه يقع تعطيل، لكن مش تعطيل من نوع انه لا ما تترشحش. حكيت بطاقه عدد 3 استاذ مرايحي، لو كان كونكريتمون نطرحوها على لطفي المرايحي، على الدكتور لطفي المرايحي اليوم، شو يقول لنا مثلا استاذ الخرايفي؟ انه فما ناس اللي هي عندها تحقيقات جاريه، يمكن انها بفعل التراتيب اللي باش تخرج في الانتخابات تتعطل، انها تاخذ البي 3، هذا كلام قاله لك أستاذ قانون دستوري؟ قاله لي أستاذ قانون دستوري. هذا خيبة المسح. إذا كان أستاذ قانون دستوري يقول الكلام هذا، أستاذ قانون دستوري أو غير دستوري، احنا مواطنين عاديين ونعرفوا اللي هو حاجة دستورية اللي هي قرينة البراءة. لا هذا ما نجمش نعلق عليه، لأنه هذا لا يرتقي إلى مستوى أنه سن يعلق عليه. هذا ما بل بالعكس، هذا صيحة فزع بالنسبة لنا أنه في الجامعة متاعنا ثم الناس تقري القانون وهي تتخمم بالطريقة هذه. يعني أنه تشرع. لا هو المعروف المبدأ، يعني المبدأ هو أنه يلزم أحكام باتة الساعة، ثم مش الأحكام الكل هي سالبة للحريات المدنية. راه ثم أحكام خاصة سلعة، وعادة يقع التنصيص في الحكم بيدو على أنه مع الحكم هذاك ثم سالبة للحريات. شوف التوانسة عارفين كل شيء ويشوفوا في كل شيء ويشوفوا في تصرفات السلطه ويشوفوا شكون المرشحين، اللي المرشحين الكل محترمين، لكن نشوفوا في الناس اللي عندها قابليه، اللي برهنت. خاطر احنا راهو الانتخابات هذه راهي محطه، لكن ثم مسار. انا راني وافد الى الحياه السياسيه ووافد الى هذه المحطه الانتخابيه مش من عدم. انا ترشحت في 2019 ما يعرفني حد او مغمور، وفي ظرف اسبوعين قنعت 4 مليون من التوانسه باش يصوتوا لي. ومن بعد 2019 ما شديتش داري وقعدت إن هكا نعد في النجوم ونحلم، وانا ما وصلت وجودي في الحياه السياسيه. والوجود هذا كان بنقدي للناس اللي كانت تحكم وعدم الرضا. وقت اللي طرحوا عليا اني نكون جزء من الحكومات اللي فايته ونكون وزير في الحكومات كلها، رفضت. علاش رفضت استاذ؟ رفضت لانه الناس هذه غير حامله لمشاريع. انا الغايه نتاعي مش اني نشارك في الحكم، غايه ان نغير واقع التوانسه. لكن قعدت ناقد، لكن ديما ناقد ايجابي. ما ثماش النسبه الاخلاق نتاع الناس، او ذاك ما نرميش بالتهم، وانا ما نمشي نبقى على الفشل الاقتصادي والاجتماعي. ثم من بعد جات ازمه الكورونا ولقينا الناس ساكته، وانا رغم اللي عارف اللي الكلام اللي باش نقوله ما يعجبش الناس، خرجت وقلته واتضح توا انه الكلام اللي قلته هذاك لو كان عملناه ما خسرناش 9% نقاط. لكن رغم اللي كنت مانيش راضي على الاداء نتاع الجماعه اللي كانوا موجودين قبل. وقت اللي صار 25 جويلية خرجت مباشره قلت راهو انقلاب. ما حاولتش نأول كما الناس اللي ذكرتهم يأولوا الدستور، أولوا الفصل 80، واضح انقلاب. وقلت راهو فاشل. اليوم انا احنا بكل اريحيه نقولوا انه قيس سعيد كغيره من المترشحين له الحق أن يترشح وعنده حظوظه كما غيره. اليوم في جو سليم الهيئة المستقلة للانتخابات لازم تلعب دورها، عندها دور مش تقبل ترشحات فقط، وإنما في المناخ العام لازم تلعب دورها. ونخليو التوانسة ما يلزمش نسرقوا منهم الحلم نتاعهم، وما لازمش نسرقوا منهم القرار فيه، ونحترموهم. وما نجيش انسان لن انتخابات مهمه، لكن مش انه فناء. تونس اكبر من انها تفنى بعد انتخابات. تونس دائمه ومستمره بشعبها وبارادتها، وما نجيوش للضغط هذايا اللي موجود على التوانسه اللي لا مبرر له. النقاط النقاط او المبادئ الاساسيه اللي تراها تنجم تكون في برنامجك. فما أكيد النظرة الاقتصادية اللي تحدثت عليها قبل، عندك نظرتك في الصحة، لكن فما أمور حينية، فما حاجات في الأكتواليتي اليوم برشا يتسألوا يقولوا دكتور مرايحي شنو رأيه فيه؟ موضوع الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر. هل أنت بالنسبة ليك هذه باش تكون من النقاط الأساسية في برنامجك كمترشح للرئاسة؟ هذا ماهوش برنامج، هذا موقف. وهذا موقف ماهوش جديد، هذا موقف نتاعي قديم وقعدت نعبر عليه في التدخلات نتاعي الكل. اليوم ساعة رجاء ما عادش نستعملوا كلمة موقوفين. هذوما ناس محتجزين، رهائن. وهذو مش رهائن لدى أيا كان، هم رهائن لدى قيس سعيد، وهم الدليل على من دلائل التخبط اللي صار فيه قيس سعيد. يعني هذوما ناس نحب نذكر الخيان اللي يسمعوا فينا أن وقعت مداهمتهم في ديارهم وهزوهم من ديارهم على أساس أنهم ناس متلبسين، وأحلوهم مباشرة بأقوى تهمة اللي تتوجد، يعني أنهم هم خونة. هاو باش نلخصوها تآمر، يعني الناس خونة. حطوهم 14 شهر، وبعد 14 شهر لا عزوا باش يحكموهم، عزوا باش يثبتوا عليهم الدلائل والقرائن. هذه فضيحة. واليوم إذا كان اللي وقت نسمع قيس سعيد يتحدث على أساس أنه الناس هذوما زمن والتسريع، وإن كنت أنت في ال 14 شهر لفاتوا وأنت عارف القضية وطلعت. الناس تطلع، يعني الأذى يعاب. تعرف رئيس جمهورية ويطلع ويوصف يقول هذوما جريمتهم كذا، عجب نيابة عمومية أنت يعني بقى، وأنه اللي دافع عليهم فهو كيفهم. بالعكس الرئيس قال أن الأوان أنه الإجراءات تكون بالطريقة الصحيحة وأن يحاكموا ويحاسبوا على قد فعلتهم. وال14 شهر وين كنا فيهم احنا؟ ال14 شهر اللي هما موجودين، راهو 14 شهر تعدى على بنادم مسلوب الحريه، راهو تصور انه الملفات تطلع كما قاعدين يقول لسان الدفاع نتاعهم، وانا فيهم ناس برشا محترمين راهو في لسان الدفاع اللي هما عندهم سمعه في البلاد واللي خافوا على سمعتهم ويعرفوا شو يقولوا، وقالوا راهي الملفات فارغه. تصور انت هذوما من بعد هذا الكل وتطلع الملفات فارغه؟ تصور انت مش هذا عار مش على قيس سعيد فقط، عار علينا الكل كتوانسه، لانه ما نصرناش الحق وما نصرناش المظلوم، واحنا من عاداتنا التوانسه نصره المظلوم ونصره للناس اللي تتهان ننصروها. احنا اخواننا في فلسطين بعد علينا الاف الكيلومترات واحنا متقلقين عليهم، فما بالك اولادنا. باش نزيد نسالك سؤال بطريقه اوضح جدا في علاقه بالتكتيكات الانتخابيه دكتور مرايحي لو كان تسمح. الملف هذا بالذات اليوم نتاع موضوع الموقوفين والحريات لغير ذلك قد يكون من الملفات الكبرى اللي الفا دغيني ناخبين برشا وراء مرشح معين. يعني انت هل تعتقد انه التكتيك هذا باش يكون موجود فعلا على الساحه الانتخابيه؟ لانه موضوع اجماع، لو كان نشوفوا الناس اللي تساند في الموقوفين او الموقوفين بدون عائلاتهم جايين من مختلف عائلات سياسيه، نلقاو جبهه الخلاص، نلقاو فما عائلات تقدميه سياسيه، فما النهضه، دونك هل ترى انه الملف هذايا ينجم يكون من الملفات التي ستجعل هناك مرشح سيقع دعمه من قبل عديد الاطياف؟ شوف انا بالنسبه لي انا خارج كل حسابات، انا انسان لا نبيع ولا نشري، والموقف نتاعي مبدئي من قبل ما نعلن حتى الترشح نتاعي، هذا موضوع مبدئي، واللي يقبل بالظلم فهو ظالم، واللي يقبل بالظلم هو انسان مجرد من صفه الانسانيه. وقت اللي انت معيد في دارك ومرمضن في دارك وغيرك ما عمل شيء لا يد ولا ساق، يا سيدي اثبت لي يا سيدي شنو تخلي لي انت اليوم عبير موسي اللي من حقها ان تترشح الانتخابات الرئاسيه ومن حقها ان تنافس، بسبب اللي انا ما قنعنيش تصرف. اذا كان فما حاجه يا سيدي سيبها، تنافس على روحه وخلي الزمن القضائي ياخذ ثنيته. يعني علاش انا بالنسبه لي الموضوع نتاع الحريات ماهوش عائلات انتخاب سياسيه ولا انتخابيه. انا اختلافي مع عبير موسي واضح موجود، اختلافي مع الناس اللي تنتمي لحركه النهضه موجود، مع تيارات اخرى موجود، هذاك علاش انا تيار وحدي وفكر وحدي. ولكن يا سيدي في المواضيع الاساسيه نتاع الحريات هذا لا نقاش ولا جدال فيه، انا ندافع على لو يكونوا خصوم، خلي هذوما ناس مختلفين معاهم فقط، لو يكونوا خصوم ندافع عليهم لانه توانسه ومن حقهم عليا أني ننصرهم وأنا موجود باش ننصرهم. فرئيس الجمهورية اللي نتصوره أنا هو مش الرئيس الجمهورية اللي طوع القضاء ويدخل فيه، ما عنده حتى علاقة بالتطويع القضاء الرئيس الجمهورية مفروض، وما عنده حتى علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء وقراراته، ورئيس الجمهورية اللي ينصاع إلى قرارات المحكمة الدستورية اللي ما عملهاش وما عملهاش معروف علاش، ينصاع إلى قرارات المحكمة الإدارية. علاش ما عملهاش المحكمة الدستورية؟ على خاطر المحكمة الدستورية باش يلقى حاجة تقول له شنو هو المرسوم 54 اللي متبع به المرايحي هذايا، على خاطر قال لك فاشل، واللي تحب أنت تقصيه خاطر قال فاشل قيم الأداء نتاعك. شنو هو المرسوم 54 اللي متبع به محمد بو غلاب وحطه في الحبس على حكايات مختلقة؟ شنو هاد التوليفات اللي وليتوا تعملوها على أساس أنه مجموعة من المحامين شاكين بناشط سياسي بالسبب هذاك وسبب، شنو اللي تعملوا فيه هذا؟ نحى عليه ال 54 ونحى عليه التجاوزات اللي قاعد تعمل فيها، وخلي القضاء ياخذ مجراه بعيد عليك. أنت أكبر وزيرة أكثر وزيرة قبلها رئيس الجمهورية شكوني؟ وزيرة العدل. زعما هالمدة يقابل فيها بالتواتر هذا الكل، زعما وضع القضاء تحسن في البلاد؟ يعني الأداء نتاع القضاء بالنسبة للمواطنين تحسن البلاد؟ وإنما هي تقابل فيها فقط لأنه باش يسرع في الإجراءات في هذا ويدخل في الزمن القضائي ويخلق لق المسائل. هذا النيابة العمومية اللي هي كل مرة يعيطونا ويهزونا باش خاطر النيابة العمومية شاكية بينا. النيابة العمومية وذنيها مسدودة على شخص يقول 3 مرات أنه مش مستعد يسلم السلطة إلى الوطنيين. ها ما تحلش هي تحقيق في هذا. سامحني انت توا تطلب والا تتساءل كيف لا تتحرك النيابه العموميه ضد رئيس جمهوريه؟ كل اي مواطن منهم رئيس جمهوريه حتى لو كان محصن وحصن نفسه. نحل لنا التحقيق وقت يجي الوقت نتاع المحاسبه نحاسبه. 3 مرات راهو يلغي الشعب، يعني صاحب السياد الشعب اللي هو يقرر ينتخب المرايحي ولا ينتخب السعيد ولا ينتخب ايا كان، هو يلغيه يقول لا وجود لك. ما تعرفوش انتم توانسه، انا نعرف وانا نسلم الوطنيين. وصلنا لهذا يعني هذا ما يقلقش النيابه العموميه يعني هذا شيء كبير. باهي نرجعوا بعد الفاصل نحكيو على المشروع نتاع الفكره نتاع الترشح. جبت لنا كتاب استاذ مرايحي مشكور، ترى خلينا نشوفوه هذايا فيه. هو جبت لك الكتاب هذا مازال خرج من المطبعه، واسف انه تكون النسخه هذه خاطر انا الكتاب نتاع البرنامج نتاعي خرج بلغتين، نسخ عدد قليل من النسخ بالفرنسويه لانه عندنا جاليه في الجيل الثاني في فرنسا اللي مع الاسف ما يتقنوش العربيه، ولكن التوانسه ولابد ان يوصل لهم وهم ناخبين، فلابد ان يتصلوا هذايا ننجحوا مع بعضنا. هو او مع بعضنا ننجحوا هذايا باش يخرج النسخه العربيه ان شاء الله قريبا. قلت انك فكر وحدك وتيار وحدك، فما العديد من الاسئله والتساؤلات تجينا برشا من عند الشباب. كيفاش يرى لطفي المرايحي المرحله الجايه؟ كيفاش يرى الامور الاقتصاديه، قانون الصرف، موضوع ايضا الحريات الفرديه والجماعيه؟ نرجعوا بعد الفاصل. تفضل. بعد شرح للانتخابات الرئاسيه غيوسيخ انسامبل مع بعضنا ننجحوا. باهي باش ننجحوا مع بعضنا لازمنا فاهمين بعضنا ساعه قبل كل شيء. انت عندك فكره انه عدد كبير من الشباب اليوم يقول لك ما عادش نجموا نخدموا في تونس، واكثر من هكا يكلمونا دكتور مرايحي يقولوا لنا مش صحيح راه ما فماش فرص عمل، اوني تري دوموندي على ليترانجي، رانا عندنا دي كومبيتونس قويين برشا، اما رانا كي نخدموا ما نجموش نخلصوا. باش نسمعك اكستري من شهاده اللي وصلت لنا ونرجعوا مع بعض. انا عندي توا بريسك عامين نخدم وحدي مستقله، نخدم اكثر الانتيريور يعني الفضاءات الداخليه، وعندي اكثر من 100,000 متابع على الانستغرام، وال100,000 متابع هذوما الكل جايين البرا من البلاد. اما مشكلتي اللي ما نجمش حتى نخلص على خدمتي، مشكل في الفلوس، في تدخير الفلوس. انا انسانه راني نخدم بالباتيندا وعندي فاتوراتي ومخلصه ضرائب بالكل. عندنا المشكل الاخر زاد نقعدوا ديما في خلاص اللي هو بارابور للباي بال في نيفو اللي انت لازمك تشري ضروريات خدمتك من الانترنت. للاسف لا ما تنجمش تشري الحاجات هذوما من الانترنت. بون يعطيوك كارتا اللي هو يقولوا لها لا كارت تكنولوجيك، استعمالها ليميتي جدا بصفه رهيبه، يعني ما تخدمش على السيت الكل، تخدم على دي سيت معينين. المونطون اللي فيها بارابور المؤسسه مونطون قليل جدا، 10 ملايين في العام. دكتور مرايح كلمه لك. بطبيعه الحال التقييد هذا اللي قاعدين عاملينه للناس اللي فريلانس ولا الناس اللي عندها فرص أن مطلوبة، عندها فرص بتجيب لنا عملة صعبة بكمية كبيرة ياسر، قاعدين يقيدوا عليها بشكل غير معقول. أنا مقاربتي بقدر ما تعرف اللي عندي سياسة اقتصادية حمائية ونحمي من الاقتصاد الوطني وما إلى ذلك. أنا الفكرة متاعي أنه كل تونسي عنده حق في أنه يحل حساب بالعملة الأجنبية. ونقول لك أنا مانيش فارض قيود على الناس من جبت الفلوس. أنا المهم تكون عندي موارد موجودة بالعملة الأجنبية، وهذوما اللي علاش يفرضوا علينا في القيود هذه؟ قال شنو قانون مقاومة الإرهاب ورد بالكم التمويل الإرهاب وكذا. معناها احنا كما طالبين علينا اليوم باش نشدوا دي جندارم على البحر باش نمنعوا الهجرة ليهم، كيف كيف احنا باش نمنعوا لهم ونأمنوهم على مستوى التمويل. يا سيدي أنا ما يقعدش شعبي بلاش ومستحق لها العمله الاجنبيه اللي نجم نجيبها، في حين اني انا مضطر باش نمشي نتداين من عند لافامي بالعمله الاجنبيه. كونكريتمون دكتور مرايحي كيما عطيتنا اون بروبوزيسيون هنا اللي برشا تفاعلوا معها على موضوع مثلا قانون الشيكات، كونكريتمون شنو نجموا نعملوا بالنسبه لي؟ فما حتى قيود. كل تونسي عنده دوفيز يحب يحط، رجعت له من لوكاسيون توريستيك، جاته من معاملات مع الاجانب، عطاه بريستاسيون سيرفيس، تدخل الفلوس هذيك تتحط في الكونت نتاعو. كل مواطن حتى ايا كانت الفلوس اللي قاعد عليها يحل بها كونت، وانا مانيش سائله عليها من موردها ومنين جايبها. باهي موضوع الشيكات اللي مازالت متفاقمه، والقانون قاعد يتدرس كيف كيف مجال الصرف. قانون الصرف فيه مراجعات باش تصير، ولكن هل هي في مستوى انت وين تحب توصل بالموضوع دكتور مرايحي في برنامجك؟ انا فيما بالنسبه لموضوع الشيكات ماك تعرف الموقف نتاعي هو نعملوا كونتيتاتيفيزينغ، تاخذ الدوله على قعاتقها الاموال هذيك، تخلص المؤسسات باش ما تبركش المؤسسات، والناس اللي عطاو الشيكات يخرجوا من الحبوسات واللي يرجعوا ياخذوا مع رواحهم وهما مسلين للدوله، هذيك قروض عطاتهم الدوله مطالبين بخلاصها وسدادها تدريجيا. هذه انا مع حاله انفراج تامله، وخلي المبادره تخدم وخلي الناس يرجع الامل. الناس كل مكتفه اليوم، الادارات مكتفه لانه اللي تحرك الكل ولا فاسد ومنعوت ولوجوا له بالطرف، ولات عاد الناس تصفي في حسابات بعضها بكلمه استفيد، يبحثوا درا شنو هو كريت الناس من اعلى هرم السلطه يتخمروا ويخرجوا في الواحد وسائل الاعلام ويقولون حكايات اللي تطلع من بعد فشوش شيء ما فيها، وتطلع انه الناس تشوهت وبلاش. الخرجات اللي ريتوها الكلها خرجات كلها نتاع شو نتاع مسرحيات، لان الحقيقه والواقع مختلفه تماما على الشيء اللي وقع التسويق نتاعو. بون دكتور اسمح لي انه باش نرجع هنا للكلام الاخير لرئيس الجمهوريه، يقول لك انا راني في الليل مخر نرجع الماء، نرجع الضوء على بعض المناطق. يقول لك انه اليوم فما شكون يتامر على تونس يحكي على دعوه سفراء دعوه سفراء لدول يحثهم على انهم يحكيوا مع الدول نتاعهم باش يمتنعوا على التدخل في شؤون تونس. يظهر لي الامور امور تمس السياده. احنا كل شيء احنا الحجم نتاع التامر اللي سمعناه ملي تفرد قيس سعيد بالسلطه، اللي خلينا كل الكلام اللي ولا صادر على قيس سعيد لا يمكن ان يحمل على محمل الجد. يعني شوف هو بركه قداش من مره يقول على انه وقع تعرض لمحاولات اغتيال، وبركه وين محاولات الاغتيال الكل صار فيهم التحقيق ونوصل تراه، وكان يوريو التوانسه النتائج نتاع هذيك، تو التوانسه يفهموا الواقع السريالي اللي قاعدين عايشين فيه. يزيد احنا لا مؤامرات ولا شيء، احنا محتاجين اليوم الى بناء وحده وطنيه، محتاجين الى رئيس جامع للتوانسه يحببهم في بعضهم في اختلافاتهم، يتعلموا يتعايشوا مع بعضهم، اختلافات طبيعيه ما يستغلهاش باش يقسم المجتمع ويهتكوا كما اللي صار في الفتره هذه. محتاجين انه الناس شحنه امل وترجع الناس تخدم، محتاجين الى دوله راعيه ترعى التوانسه في معيشتهم اللي اليوم عادش خالطين على حد شيء، ترغي الشباب اللي تحلوا امال وفرص عمل او تكوين حالا. الكبار متاعنا الناس اللي افنت عمرها تخدم واليوم عايشه بجرايات اللي هي ما تضمنش العيش الكريم. الدوله عندها فلوس وما تحبش تعطي يا دكتور. الدوله هي طلعت طلبت 15 مليار دينار توا من البنك المركزي ولقاتهم، وقت نقول لك انا راهو بسياسه حمائيه تنجم تدور المشكل دينار تونسي ماهوش مشكل، لكن لازم التصور شنو باش تعمل بيه، شنو اي فلاحه تمشي، الفلاحه تقعد ديما في الفلاحه اللي معده للتصدير واللي تكلك في الماء نتاعك، والا تتوجه نحو الامن الغذائي والسياده الغذائيه نتاعك. هذا كله يلزموا فكر ويلزموا تصورات اللي مش موجوده. كيفاش باش تعالج موضوع الماء؟ مانيش نجي انا نقول لا والله باش نحلي ماء البحر باش نغسل بيه الفوسفات، خاطر اللي يقول الكلام هذايا ما يعرفش انه الماء البحر يتكلف بثلاثة دينارات، بثلاثة دينارات يعني باش تكلف له بغلة من الصافية باش يغسل بيه الفوسفات. يعني هذه اللي تخمم باش يعمل السبيطار في القروان، مدينة صحية في القروان، ما يعرفش الوضع الصحي نتاع البلاد اللي هو من الاستقلال للتوا. ما عندنا كان معهد واحد للسرطان في البلاد، ما عندنا معهد واحد للاطفال في البلاد، معهد واحد للعيون في البلاد. احنا مطالبين ان يكون عندنا على الاقل واحد في الوسط واحد في الجنوب، وإعادة المقاربة للصحة. هذا الكل يلزم الناس اللي عندها فكر، والفكر هذا أنا جبته لك، جبت لك الكتاب هذايا هو أول نسخة باش نهديها لك، وأنا معتز أني نهديها لك لأن متأكد اللي باش تقراها. شكرا لك. جبتها وطبعت كما في الانتخابات الفايتة اللي صارت في 2019 البرنامج نتاعي، لكن البرنامج المرة هذه مختلف على البرنامج نتاع 2019. فاش مختلف؟ مش في الفكر. لا، وين الاختلاف؟ الاختلاف هو أنه شيفري، سي ان بروغرام شيفري، عمرها ما صارت في تونس انه مرشح يتقدم بمشروع بالارقام، منين كل فرنك باش يجي وين باش يمشي وشنو الانعكاسات نتاعو على مستوى التشغيل وعلى مستوى النمو. مش هكا والله باش نعملوا 7% نمو ولا 8%، لا، كل مجال قداش باش يعمل لك نمو. اعطينا مثال دكتور، مثالش مازال عندنا دقيقتين، مهم جدا الارقام باش نخرجوا من الهلاميات ولا بسورديتي، خاطر نجم نقول لك انا نعطيك مجال الطاقه، محليها على الاخر في برشا حاجات. مجال الطاقه، مجال الطاقه احنا العجز الطاقي نتاعنا في الكهرباء باش نحاولوا نسدوا النصف نتاعو، باش نحاولوا نرفعوا في الطاقات البديله اللي هي اليوم النسبه نتاعها 2.5% باش نوصلوا ل 16.5% في غضون 5 سنوات. من جمله الطاقات البديله الطاقه الشمسيه معروف والطاقه الهوائيه، لكن باش نستعملوا المشكل اللي عندنا تاع الفضلات اللي ما عرفناش نتعاطاو معاهم، الفضلات باش نحولوهم الى طاقه. 20% ميتانيزاسيون و80% بالحرقان. الحرقان نتاعهم هذايا كله باش يتطلب باش يلزمني نرجع ما يسالش ارقام طبعا، واحد مش مطالب باش يكون عنده لا خاطر مازلت مانيش حافظهم. لا اما دكتور وقت لي ليكتور جلوبال اللي باش تتقدم فيه انت في البرنامج، يعني فما حلول واقعيه بالحساب معناها، فما المسائل مثلا العالقه اللي احنا نسخايبوا امبوسيبل باش نجموا نقدموا فيه، هو ازمه الماء، ازمه الحبوب، ازمه الفلاحه، ازمه الصحه، الكلهم موجودين بالارقام. وها باش نعطيك مثلا بالنسبه اللي كنت نذكر لك فيه بالنسبه لاستعمال النفايات. النفايات هذه يا سيدي الاستثمار فيها 291 مليون دينار، حاجه بسيطه يعني. 200 هذه تشغل لك 874 موطن شغل، وتكون في الميكس انرجيتيك تاخذ 4.8%. هذا كله بالدراسات هذا مختزل وباش يخرج المده الجايه بالتدقيق للناس اللي تهتم. هذا علاش باش ما عادش نسمع حد يقول لكلهم كيف كيف، باش ما عادش نسمع اعلامي يقول حتى حد ما عنده برنامج. تفضلوا البرنامج هو موجود وسيكون متاح باللغه الفرنسويه والعربيه، اقراوه ويمشي يكون موجود ايضا على صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدقيق اللي يحب يحملوا كيف كيف للتحميل. لكن ما عادش نقولوا والله لا الكل كيف كيف، لا ما عندهمش برامج. بون هو قبل صارت راهو الحقيقه معناها دكتور مرايحي انت يمكن توا خاطر عملت برنامج بالارقام، اما في المحطات الانتخابيه الفارطه فما ناس جات بلاش برامج افكتيفمون وترشحت وبكل هكا ثقه في النفس يقول لك باش نصلح الحفره في الكيس صحيح ولا لا؟ مثلا في الموضوع نتاع الماء تو تشوفوا المقاربه نتاع الماء، زوز مواضيع حياتيه بالنسبه لتونس ومستقبلها وديمومتها، هو موضوع الطاقه وموضوع الماء. وهذا الكل باش تلقاو المعالجه نتاعو وقداش يوفر مواطن شغل، قداش موارد ومنين الموارد. باش لطفي مرايحي بدا الحمله الانتخابيه؟ بديت، انا ما استناش حتى يعلن قيس سعيد على الميعاد لانه ولا تشهوه عنده. احنا الانتخابات مفروض تصير في 3 أشهر الاخرانيين نتاع المعاهده، يعني مفروض انه من نهار 23 جويليه يمكن دعوه الناخبين الى التصويت. يعني اذا كان تاخذ المده نتاع الفتره الانتخابيه، احنا مفروض نهار 2 ابريل دخلنا افتراضيا ممكن انه تكون هذيك بدايه الفتره الانتخابيه. شنو اللي ما قاعد علاش شنو التردد الكل؟ علاش ما تصيرش دعوه الناخبين والناس تخدم في اريحيه وتخدم في ظروف طيبه وتعطي فرصه للناس؟ شنو تفسيرك انت؟ باش تسمع لانه مازال ما وقعتش الدعوه لانه لازم رزنامه ساعه حسابات ضيقه، حسابات سياسيه ضيقه. هات الساعه نبعدوا علينا ونزيلوا كذا ونختلقوا كذا، تشوف الحاله نتاع التشنج. احنا في عرس انتخابي، والرئيس مفروض انه وقت تصير انتخابات وتنجح بالنسبه لي هو اضافه، انه هو كان ضامن للديمقراطيه والحياه الديمقراطيه وللحريات، وانه سواء انه هو يقع انتخابه او ما يقعش انتخابه فرصه. ثم اليوم يعني لازم تكون فما بدائل، يا اما الناس اللي تحب تكمل مع قيس سعيد وشافت المرحله الاداره نتاع فتره الحكم ويحبوا وعجبهم النمط اللي موجودين عليه وعجبهم الوضعيه الاجتماعيه اللي موجودين عليها ويحبوا يواصلوا معاه، وهذا حقهم ينجموا يواصلوا. والناس اللي تبحث على امل اخر وفرص اخرى تلقى الوقت باش تسمع الناس وتميز وحسب الافكار ويعطيكم انتم الفرصه زاده باش تشرحوا للناس شنو موجود في البرامج. نشكرك برشا على الكتاب لانه فعلا لازمنا نطلعوا احنا من شيرتنا، انتم تجيبوا ارقام واحنا نقراوا الارقام ونتناقشوا معكم في الاراء. دقيقه لطفي المرايحي، نحب نسالك على مآل التحقيقات اللي مفتوحه، تمشي ديما تعمل تصريح، يعيطوا لك تعمل تصريحات، وين وصلت الحكايه؟ انا ما عندي كان قضيه واحده اللي هي قضيه وقع حكم، اللي هي وقت اللي خرجت وقيمت الاداء نتاع قيس سعيد وقلت راهو فاشل، يعني كنت نجم نقول ناجح، غيري نجم يعتبروا انه ناجح، دونك هذا رايي. يظهر لي انا لا سرقت لا مال عمومي، لا تخابرت مع اجانب، لا عندي حتى شيء. فقلت كلمه تقييم يظهر لي كل هذا مضمون لكل تونسي انه يعني يكون عنده راي في العمل نتاع اي انسان، الا نتاع الانبياء والقديسين. تحكم عليا ب6 أشهر سرسي، انا ما عجبنيش 6 أشهر سرسي، فأنا استنفته، النيابة العمومية استنفته. ما نتصورش أنه هدايا يكون مدعاة أنه باش يقع ياخذ حجم اكثر من الحجم هذايا، لو كان ياخذ حجم اخر لما تكون فضيحه كبيره معناها. دكتور مرايحي شكرا ليك، لطفي المرايحي المترشح للانتخابات الرئاسيه، يعطيك الصحه. ان شاء الله موعدنا في فرص اخرى باش نفهموا اكثر برنامجك وبرامج المترشحين باش نستقبلوهم تباعا بحذنا باش نفهموا شنو المشاريع اللي يقدموهم للفتره المقبله. شكرا لكم الكل في 90 دقيقه، شكرا فايز عرفيو في الاعداد، اسامه الصافي، امينوس في الاخراج، توت ليكيب اي اف ام تي في، شبشوب المدير، وإيمان طبعا. ميرسي بوكو لكم الكل، باي باي. وانت في الخدمة